بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا طلبة الفرقة الخامسة كلية الطب جامعة طنطا، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذه المحاضرات about pediatric cardiac examination. هنبدأ بإذن الله how to take a history from suspected cardiac patient. في البداية نحب نتكلم how to approach a cardiac condition in children. عندنا patient suspected ان في مشكلة cardiac، المفروض ان احنا بنبدأ ناخد detailed history، نعمل physical examination. بناء على الهيستوري والphysical examination بنبدأ نحط differential diagnosis، وبناء عليه بنبدأ نطلب investigations. في بعض الinvestigations related للcardiology زي الECG، زي chest x-ray ممكن تدينا guide ان عندنا مشكلة كارديولوجي، وبناء عليه احنا المفروض ان احنا بنعمل ايكوكارديوغرافي، وده مانداتوري تو اني سسبكتد كاردياك بيشنت. في بعض الانفستيجيشنز الادفانسد زي الام ار اي، زي السي تي، زي الدايجنوستيك كاردياك كاثيترايزيشن ممكن نحتاجها في بعض الحالات وممكن ما نحتاجهاش. وفي النهاية احنا بنحط الدايجنوزس بتاعنا وبنبدأ نعمل مانجمنت اور تريتمنت. طيب، مش كل الحالات بتبدأ بنفس الابروتش ده. احيانا في بعض الحالات الامرجنسي جاي لنا بيشنت في شكله جنرالي في مشكلة، او شكله البرفيوجن بتاعه في مشكلة، بنبدأ نعمل رابيد جنرال اسسمنت، ونبدأ نعمل اسسمنت للفيتال ساينز. ممكن البيشنت بتاعنا ده يكون محتاج مننا rapid resuscitation، وعشان كده احنا بنبدأ بالمانجمنت even before ان احنا ناخد detailed history. في بعض البوينتس المفروض ان احنا بناخد بالنا منها علشان نكون professional in our contact with the patient. في البداية المفروض ان احنا welcome the patient and his or her caregivers. Introduce yourself. المفروض ان الكوميونيكيشنز بتاعنا نحاول نخليه good communication with the patient and his or her parents. في permission المفروض ان احنا ناخده من الاهل، ومش لازم ان احنا ناخد written informed consent، لكن على الاقل لازم ناخد permission ان احنا هنعمل medical assessment. لو للchildren بتاعنا او البيشنت بتاعنا older children او adolescent، المفروض هو كمان يدينا برميشن او ناخد منه اسنت ان احنا هنتعامل معاه او هنعمل له ميديكال اسسمنت. الهيستوري بتاعنا المفروض ان احنا بناخده من الكير جيفرز او من البيرنتس، لكن لو التشيلدرن كبير شويه او اولدر تشيلدرن او ادوليسنت، المفروض ان الهيستوري بيتاخد منهم هما من البيشنت، والبيرنتس بيدونا اديشنال انفورميشن. هنبدأ ناخد clinical history and its relation to cardiac problem. ازاي كل point في الهيستوري ممكن تساعدنا ان احنا نوصل للdiagnosis، وازاي انها ممكن تكون مهمة بالنسبة لنا في assessment of the cardiac patient. طبعا الهيستوري بناخد personal history، بناخد chief complaints، بناخد history of the present illness، بناخد past illness history، obstetric history، developmental history، vaccination history and family history. هنبدأ بالpersonal history. هنسأل عن النيم، هنسأل عن الجندر of the patient، وده مهم لأن في بعض الـ congenital heart diseases more common in females than males، زي الـ ASD الـ atrial septal defect، وزي الـ patent ductus arteriosus. Other diseases more common in males زي الـ coarctation of the aorta، الـ aortic stenosis، والـ transposition of the great vessels. بالنسبة للـ rheumatic fever أو الـ rheumatic heart disease، ممكن يكون معاها CNS manifestation اللي هو روماتيك كوريا، وده more common in females.
الايج برضو مهم، لان عندنا معظم الكونجنيتال هارت ديزيزز بريزنتد ايرلي، لكن في بعض الكونجنيتال هارت ديزيز بتبقى presented very early in neonatal period أو at birth، زي مثلا extreme fallow. الكلاسيك فالو ممكن بيبقى presented في سن الانفانسي، لكن ممكن يتأخر شوية، ممكن ما يبقاش since birth، ممكن يتأخر 4 weeks، أو ممكن يتأخر according to the degree of right ventricular أو flow tract obstruction أكتر من weeks. لكن عندنا بعض الكونجينيتال هارت ديزيزز ممكن تبقى ليت بعد الانفانسي، زي مثلا الاي اس دي خاصة لو حجمها مش كبير، وزي المايلد بالموناري ستينوزس. بالنسبة للروماتيك هارت ديزيز برضو ليها ايج اوف انسيدنس، وده بيكون من سن 5 سنين ل 15 سنة. برضو بنسأل على الريزيدنس والإكيبيشن أوف ذا بيرنتس اللي هم ممكن يساعدونا في الاسسمنت أوف سوشيو إيكونوميك ستيتس، وده برضو امبورتنت في الإتيولوجي أوف سام ديزيزز أز روماتيك فيفر. الديت أوف أدميشن مهم إن احنا نعرف هل كان في أو هل في برولونجد time of admission. مش common قوي في حالات الكارديولوجي ان يبقى في prolonged time of admission without complications او without deterioration of the case، لكن في two diseases احيانا بنضطر ان احنا نحجز او نعمل admission للpatient for long time، زي الactive rheumatic carditis، وده علشان البيشنت نعمل له limitation of the movement أو limitation of activity، وعشان هو بيرسيف أو بياخد medications in the form of corticosteroid، ودي لازم تتاخد in the hospital with good monitoring and follow up of complications. وبرضو في عندنا البيشنت with infective endocarditis بنضطر ان احنا نحجزهم for long time. تاني حاجة بنسأل عنها هي الcomplaints، the causes of seeking medical advice. الام جاية تكشف على ابنها ليه؟ طبعا بتبقى in parents or child's own words، ما بنديش اي leading questions during taking complaints. No medical terminology، بنرتبها chronological و recorded in numerical fashion. لازم نعمل mention of the duration of each complaint. Cardiac patients may be presented by cardiac complaints، وديت هناخدها بإذن الله بالتفصيل في آخر المحاضرة. وممكن تكون non-cardiac complaints in the form of general symptoms أو symptoms related to other systems، وبرضو هنتكلم عنها في آخر المحاضرة. بعد الcomplaints بنسأل على الhistory of the present illness. أول حاجة بنسأل عنها في الhistory of present illness هي onset of the cardiac problem، إمتى بدأت المشكلة مع البيشنت. هل كانت ديت الفيرست بريزنتيشن، المرة اللي هو جاي بيها ديت هي أول مرة، ولا كانت المشكلة بدأ من قبل كده؟ even لو المشكلة بدأ before أو since birth، لازم إن احنا نعمل mention إن بداية المشكلة كانت في الوقت ده. بنوصف الكارديك بروبلم، الكورس بتاعنا كان عامل ازاي، كان في deterioration، كان في recurrent admission to the hospital، المزر اكتشفت الموضوع ده ازاي، هل accidentally وبعد كده عملت echocardiography اكتشفت ان في cardiac problem. فالمفروض ان احنا بنوصف بداية الكارديك بروبلم والكورس بتاعها in summary. بعد كده بنبدأ نعمل analysis of the present complaint، وهنعرف مع بعض في كل cardiac complaint المفروض ان احنا بنسأل عن ايه. لو المذر ما قالتش كل الكارديك complaint، احنا بنبدأ نعمل exclusion of other cardiac symptoms.
وده طبعا هيساعدنا ان احنا نوصل للدياجنوزس. بنسأل برضو على الجنرال سيمتومز زي الفيفر، ولو في اي وبنسأل برضو على السيمتومز ريليتد تو اذر سيستمز. وفي الحقيقة ان احنا نسأل على السيمتومز اللي ريليتد تو اذر سيستم فيري امبورتنت لكذا سبب. اول حاجة ممكن يكون الكاردياك بروبلم ديت مش هي البرايمري بروبلم، ممكن تكون complicated from other problem، زي مثلا ان في systemic disease مأثر معانا على الكاردياك كونديشن. برضو ممكن يكون احنا حاطين differential diagnosis بتاعنا ان البيشنت في عنده مشكلة كاردياك، وتكون البروبلم في حاجة تانية خالص ملهاش علاقة بالكاردياك سيستم. تالت حاجة مهمة علشان ان احنا نسأل على الـ other symptoms related to other system، ان ممكن يكون البيشنت بتاعنا فيه مشكلة كارديولوجي لكن معاها مشكلة تانية او complications of other system، واحنا لو ما سألناش عنها المذر ممكن ما تعمل لناش منشن ليها ويحصل بعد كده deterioration للبيشنت. هنعرف بعد كده ان في حاجة اسمها cyanosis، وان الساينوزس ده ممكن يبقى معاه سي ان اس كومبليكيشنز، ممكن البيشنت يكون جاي في ستروك، فاحنا لو ما سالناهاش عن حاجات معينه ممكن تدينا او تبين لنا ان في سي ان اس كومبليكيشنز، ممكن ان ده يكون مسد مننا. وطبعا بناء عليه احنا بنعمل جنرال او اكزامينيشن بعد كده عشان نكونفيرم ذيس سيمتومز. اخر حاجه في الهيستوري اوف بريزنت إلنس، احنا بنبدا نسال على الانفستيجيشنز اللي اتعملت ديورينج ادميشن اوف ذا بيشنت، التريتمنت اللي اتاخد، والكورس بتاعنا اخباره ايه في مع التريتمنت، وبنسال ان جنرالي الهوسبيتال كورس بتاعنا كان عامل ايه، هل اتعمل له مانوفر معين، هل البيشنت دخل في الاول في الامرجنسي روم وكان محتاج ريسستيشن. كل ده المفروض ان احنا نعمل له منشن معانا في الهيستوري اوف بريزنت إلنس. بعد كده بنسأل على الباست إلنس، باست إلنس of similar condition، وبنسأل على recurrent hospital admission، لو في أي other medical disease rather than this problem or our cardiac problem. نسأل على precipitating factors، وده مهم جدا في حالات rheumatic fever، هل كان في أي upper respiratory tract infection من فترة قبل البرزنتيشن بتاعنا، من حوالي 3 أسابيع أو من أسبوعين، كل ده المفروض إن احنا نسأل عنه. لو في كان في أي surgical أو intervention حصل المفروض إن احنا نعمل له mention في البسط، وبنسأل على لو في أي تروما أو accidents. الأوبستيتريك هيستوري، أوبستيتريك هيستوري is very very important in cardiac patient، مهم جدا إن احنا ناخد detailed antenatal ونيتال وبوستنيتال هيستوري. الانتينيتال هيستوري مهم لان ممكن يكون لي ريليشن للكونجنيتال هارت ديزيزز، زي مثلا في حالات الانفنت اوف دايابيتك مادر، هتعرفوا في النيوناتولوجي ان الانفنت اوف دايابيتك مادر معرض لكمبليكيشنز كتيره، منها الكونجنيتال هارت ديزيزز اللي من اهمها مثلا او بالنسبه يعني من امثلتها الفي اس دي او الفنتريكولار سيبتال ديفكت، برضو الانفكشن زي الروبيلا ممكن يكون معاها congenital heart disease زي البي دي اي. المادر لو بتاخد medications ممكن تكون ليها teratogenic effect وتعمل congenital anomalies زي congenital heart diseases radiation، كل ده لازم ناخد عنه أو نسأل عليه بالتفصيل في الانتينيتال هيستوري. البرينيتال هيستوري أو النيتال هيستوري
لازم نسأل المدر هل كان في سيانوزس، السيانوزس ده اتحسن او كان في البيشنت كان وقت كان حصل ان هو كان في ريسبيراتوري ديستريس وما تحسنش مع الاكسجين او احتاج ادميشن تو انكيوبيتور. كل ده ممكن يدينا سسبشن ان ممكن يكون في كاردياك بروبلم. احيانا لو سالنا على الاوبستيتريك هيستوري كويس وخدنا نيتال هيستوري كويس ممكن بسهوله جدا نوصل للدياجنوز. كتير جدا المذر بتوصف ان البيبي اتولد كان ما كانش كان في ريسبيراتوري ديستريس وما تحسنش ودخل الانكيوبيتور وعملوا له ايكوكارديوجرافي لان هم شكوا ان في مشكله وبالفعل اتشخص ان في مشكله كارديولوجي. فالمذر بتحكي لنا الهيستوري بتدينا الدياجنوزس لو احنا سالنا عن الاوستيتريك هيستوري كويس. لو البيشنت بتاعنا after delivery حصل له ان هو روح البيت وما كانش فيه اي مشكلة، برضو المفروض ان احنا نسأل على البوست نيتال هيستوري في الـ early neonatal period. هل كان فيه difficult of feeding؟ هل البيشنت ما كان بيحصل له respiratory distress with feeding؟ كل ده ممكن يدينا suspicion ان ممكن يكون في cardiac problem. The developmental history related to the cardiac patient. احيانا بعض ال congenital heart diseases بيبقى معاها delayed developmental history، خاصة لو انا عندي chromosomal malformation. ال recurrent complications من ال congenital heart diseases زي مثلا البيشنت بيتعرض لهايبوكسيا ريكرنت هايبوكسيا، كل ده ممكن يعمل لنا developmental delay. dietetic history المفروض ان احنا بنسأل عنه بالتفصيل، ويهمنا في الكاردياك بيشنت الدايتيتك هيستوري ان زي ما هنشوف في السيمتومز او في الكاردياك سيمتومز ان بيبقى معاهم difficult of feeding وديزنيا، والديفيكالت اوف فيدنج بيخلي البيشنت بيبقى فيه باد نيوتريشنال هيستوري. نلاقي المذر بتقول انا مش عارفه ادخل له اكل، البيبي ما بياخدش فيدنج سواء بريست فيدنج او ارتفيشال فيدنج كويس، وكل ده طبعا هيأثر معانا في الجروث وهيحصل له جروث ريتارديشن زي ما هنشوف بعد كده. الفاكسينيشن هيستوري يعني ملهوش علاقة قوية قوي بالكاردياك بيشنت، لكن احيانا بيكون في delayed او improper timing for live attenuated vaccine. لو البيشنت عنده recurrent febrile illness بنضطر ان احنا نأخر عنه live attenuated vaccine. الفاميلي هيستوري المفروض ان احنا برضو مهم جدا ان احنا ناخده بالتفصيل في حالات الكاردياك بيشنت. بنسأل على الكونسانجوينيتي، بنسأل على السيبلينجز والفاميلي ديجري. لو في similar conditions او other congenital heart diseases or familial diseases في الفاميلي ممبرز. في نقطة مهمة جدا بنسأل عنها في أي family history لكن very very important بالذات في حالات الكاردياك patient، حاجة اسمها sudden أو unexplained death in family members. في بعض diseases بتبقى familial diseases وبيبقى معاها high incidence إن ممكن يحصل لهم sudden أو unexplained death زي malignant arrhythmias زي الكارديوميوباثي. كارديوميوباثي يعني بيبقى فيه weakness في الكاردياك muscles سواء السبب ان فيه dilatation في الميوكارديوم او hypertrophic myocardium. انواع كتير من الكارديوميوباثي لكن ده واحد من اهم الاسباب بتاعت sudden او unexplained death. او لو في congenital heart disease undiscovered وحصل ان حصل sudden death، فمهم جدا ان احنا نسأل عن sudden او unexplained family death لان ده بيفيدنا في البريفنشن. بعض الحالات ممكن يبقى ليها treatment او prevention ممكن نحمي بيه
البيشنت بتوعنا. طيب احنا كده اتعرفنا على الهيستوري، how to take a history والريليشن of each item of history to the cardiac patient. باقي ان احنا نعرف ايه هو الكلينيكال بريزنتيشن ان كارديك بيشنت، وباقي ان احنا نعرف كل كومبلين او كارديك كومبلين المفروض ان احنا بنعمل له اناليسز ازاي. طبعا احنا في اي كومبلين احنا عارفين من الجنرال شيت ان احنا بناخد اونست وكورس وديوريشن، ده شيء احنا عارفينه، لكن في بعض الحاجات او في بعض البوينت المهمه اللي احنا بنسال عنها في الكاردياك كومبلينتس او في كل كاردياك سيمتومز او كومبلين. طيب عشان نعرف الكلينيكال برزنتيشن في الكاردياك بيشنت هنفكر حضراتكم باللي بيحصل في البلاد سيركوليشن. اللي بيحصل ان البلاد بيريتيرند من البادي وبيبقى mainly non-oxygenated blood بيريتيرن تو ذا رايت سايد اوف ذا هارت، ومن الرايت سايد اوف ذا هارت بيروح من خلال البلمونري ارتري تو ذا لانجز عشان يحصل له اكسجينيشن، ويرجع rich in oxygen through the pulmonary veins to the left side of the heart، ومن left side of the heart بيروح خلال الأورطة to the body again وبيبقى rich in blood، وبيروح للبادي علشان يكفي الميتابوليك ديماند بتاع البادي. طيب symptoms and signs of cardiac patient بتحصل لو الانتربشن حصل في أي جزء من السيركوليشن. اللي بيحصل لو الانتربشن حصل على مستوى البلد اللي بيرتيرن من البادي to the right side of the heart بيحصل حاجة اسمها symptoms and signs of systemic venous congestion. لو البلد حصل له accumulation في اللنج نتيجة إن البلد اللي بيرجع من اللنج to the left side of the heart فيه مشكلة، أو إن البلد بيروح بصورة overflow through the pulmonary artery to the lung هيحصل congestion أو symptoms and signs of pulmonary congestion. لو البلد اللي رايح للبادي حصل له interruption نتيجة إن البامبينج effect of the heart قلت، أو نتيجة obstruction على مستوى الأورطة على أي مستوى من الـ left side of the heart to the body هيحصل symptoms and signs of low cardiac output. آخر حاجة لو نسبة الـ non-oxygenated blood زادت في الـ left side of the heart نتيجة shunt lesion from the right side of the heart اللي هو mainly non-oxygenated أو contain non-oxygenated mainly non-oxygenated blood to the left side of the heart اللي هو المفروض إن هو يبقى mainly oxygenated هيحصل حاجة اسمها cyanosis. عشان كده إحنا هنقسم الـ cardiac symptoms and signs زي ما قلنا لـ symptoms of pulmonary congestion، وديت البيشنت ممكن يجي بديفيكالت بريثنج اللي احنا هنقول عليه في البريزنت هيستوري بتاعنا او في الهيستوري بريزنت إلنس هنترجمه الميديكال تيرم اسمه ديزنيا، او ممكن يجي بتاكيبنيا المذر هتوصف ان في رابيد بريثنج، او البيشنت بتاعنا كل شويه بيتحصل له ادميشن تو ذا هوسبيتال باي ريكرنت تشيست انفكشن. تاني سيمتومز عندنا سيمتومز of systemic venous congestion، بيحصل ان المذر بتشتكي ان البيشنت في swelling اللي احنا بنقول عليها in medical term إديمة، وإديمة برضو ديت هتذكر معنا في الexamination، يعني الإديمة ممكن تكون symptoms وممكن تكون sign. لو حصل congestion على مستوى gastrointestinal tract هيحصل vomiting. لو حصل على مستوى الليفر هيحصل ان البيشنت لو كبير شويه ممكن يشتكي من رايت هايبوكوندريال بين، او لو انا عملت اكزامينيشن هلاقي ساين اللارج تندر ليفر. السيمبتومز اوف لو كاردييك اوتبوت
البيشنت ممكن يشتكي او نلاقي فيه حاجه اسمها intolerance to exertion and easy fatigability. ده طبعا بيبان اكتر في الchildren او في الطفل الكبير. difficult feeding ده نوع من انواع intolerance to exertion لكن في الانفنت. diaphoresis, syncope, growth retardation, كل ديت symptoms of low cardiac output. shunting of blood from right to left بينتج عنه حاجة اسمها cyanosis. في other symptoms زي chest pain, palpitation, أو إن البيشنت ممكن يكون الكومبلينت بتاعه الأساسي إن هو جاي إن كان بيكشف فأكسيدنتالي ديسكفرد إن عنده مرمر وده سبب إن هو جاي لنا. طيب يبقى ديت بالنسبة للكاردياك سيمتومز أو الكاردياك كومبلين اللي ممكن البيشنت يجي بيها. الأذر سيمتومز أو السيمتومز related to other system زي نيورولوجيكال أو من أهمها نيورولوجيكال سيمتومز وجوينت سيمتومز أند ساينز. ديزنيا. ديزنيا هي عبارة عن difficult breathing أو shortness breathing أو إن البريثنج مجهد اللي إحنا بنقول عليه labored breathing. الكوزس ممكن تكون cardiac، ممكن تكون respiratory، ممكن تكون أنيميا، ممكن يكون لو في obesity أو أي distension in the abdomen ممكن يعمل ديزنيا. psychologically ممكن البيشنت يبقى presented بديزنيا. طيب احنا بنعمل analysis للديزنيا ازاي؟ اول حاجة طبعا بنسأل على الانست، الكورس، duration، severity، frequency، precipitating factors، relieving and aggravating factors، لو في اي other associated symptoms. ديزنيا ممكن او الديزنيا ديو cardiac causes بتتميز انها worse with activity، يعني زي الفيدنج ان انفنت هلاقي هسأل المادر هل الديزنيا ديت او الشورتنس اوف بريث دوت او النفس اللي بيتعبه ده بتحسي انه بيزيد مع الفيدنج ولا لا. وزي الاكسرسايز مع التشيلدرن هتقول ان الولد يدوبك يبدا يتحرك نلاقيه نهج وتعب وما قدرش ان هو يكمل لعب. في الأولدر تشيلدرن المفروض إن إحنا بنسأل على النوكتورنال ديزنيا. النوكتورنال ديزنيا ديت عبارة عن ديزنيا بتعمل awakening and short of children at the night وبتعمل shortness of the breath. ده بيبقى نتيجة أو بيبقى السبب بتاعه congestion in the lung وبيبقى mostly السبب مشكلة في left ventricle. بنشوفه أكتر مع حالات الميترال فالف ديزيزس وبيعمل أو اللي بتسبب إن يبقى فيه سيفير كونجيشن إن ذا لانج. الأورثوبنيا ديت عبارة عن إن البيشنت بيبقى مش قادر إنه ينام سوباين. patient become discomfort when lying supine in the bed. عشان كده البيشنت دايما بيحاول انه ينام على كذا مخدة، فاحنا بنسأله هل انت بتنام على مخدة واحدة ولا بترفع مخدة السرير. طبعا ده هيبان اكتر في الchildren، لكن في الانفانت ممكن برضو المذر توصف اورثوبنيا، هتقول ان البيبي اول ما بتنيمه على السرير بتلاقيه بدأ ينهج وبدأ نفسه يعلى، لكن أول ما بترفعه وترفعه على كتفها بيبدأ نفسه يهدى. في بس بوينت، احنا قلنا ان الديزنيا difficult in breathing. الديزنيا مش معناها تاكيبنيا، تاكيبنيا rapid breathing، لكن الديزنيا بيبقى difficult breathing اللي احنا بنقول عليه ان نفسه قصير، نفسه مجهد، لكن مش هي التاكيب. طيب severity of cardiac dyspnea in pediatrics احنا ممكن نقسمها into mild, moderate and severe. في تقسيمة تانية بتعتمد على حاجة اسمها risk classification of heart failure in pediatrics، بنقسمها stage 1, stage 2, stage 3 and stage 4.
ستيج 1 دوت تقريبا مفيش اي سيمتومز واضحة قدامنا او مفيش اي limitations of activity. ستيج 2 اللي هي بيبقى فيها mild dyspnea، وديت الانفانت بيبقى معاه mild tachypnea او diaphoresis with feeding ومفيش اي growth failure، لكن في الاولدر تشيلدرن بتبقى بريزنتد بمايلد او مودريت ديزنيا اون اكزرشن، مع المودريت اكسرسايز بتبدا السيمتومز تظهر. ستيج 3 اور مودريت ديزنيا الانفانت بيبقى معاه جروث فيلير وبتبقى التاكيبنيا ماركت تاكيبنيا وذ فيدنج. في الاولدر تشيلدرن بتبقى الديزنيا ماركت اون اكزرشن، السيمتومز تظهر مع المينيمال اكزيرشن او مع النورمال ديلي اكتيفيتي، بيكون قدامنا تشايلد في ماركت ديزنيا. ستيج 4 او السيفير ديزنيا بتبقى السيمتومز قدامنا ديورينج ريست، في تاكيبنيا، في ريتراكشن، في جرانتينج، في ديافورسيز، كل دوت بيحصل ديورينج ريست سواء في الانفانت او في التشيلدرن. طيب يبقى احنا اتكلمنا عن اول symptoms اللي هو الديزنيا، وديزنيا very common symptoms with cardiac patient. الإديمة، الإديمة بتيجي المذر بتشتكي ان في swelling، بنبدأ احنا نسأل على السويلينج ده ونسأل على الوصف بتاعه عشان نشوف هو ممكن يكون cardiac edema ولا not cardiac edema، ولازم علشان نكونفيرم الإديمة نعمل examination عشان نقول ان دي فعلا إديمة مش اي سويلينج تاني او مثلا inflammation او اي حاجة تانية. طيب الإديمة، الكارديك إديمة بتتميز ان هي betting إديمة. Location of edema depend on the predominant position of the patient. يعني في الأولدر تشيلدرن اللي هو على طول طول الوقت واقف دوت، هلاقي إن الإديمة بتبدأ في الفيت أو في الأنكلز، وبيظهر إن في آخر اليوم لما بيبقى فيه prolonged standing تبدأ الإديمة تظهر. وفي الايرلي مورنينج اللي هو البيشنت بيبقى ريكامبنت لفتره طويله بتبدا الاديمه تقل او تختفي. بيوصف ان في الشوز بتاعه بيحس ان هو ضيق عليه، ده بسبب الاديمه اللي بتبقى بتحصل في الفيت. لكن في الانفانت اللي هو او في البيشنت اللي هم نايمين معظم الوقت او سوباين معظم الوقت، بتبقى الاديمه ميلي ساكرال اديمه. وبنلاقي البيشنت بتاعنا بيجي برضو في الانفانسي بافنس في الفيس والايلد، مع ان البافنس في الفيس والايلد دوت من الكاركترز بتاعه الرينال اديمه، لكن في الانفانت او البيشنت الكاردييك في سن الانفانسي ممكن يجي باديمه ان ذا فورم اوف بافنس اوف ايلد. ثالث symptoms بالنسبة لنا اللي هو fatigue and intolerance to exertion. سبب الفاتيج أو easy fatigability أو intolerance to exertion إن الheart can't keep the increased metabolic demand for oxygen delivery to the tissue. ده بيحصل نتيجة مثلا في حالات cyanotic heart diseases، بيبقى فيه arterial oxygen saturation بيكون قليل، أو في حالات congestive heart failure الميوكارديوم أو function of the myocardium بدأت تقل، أو لو أنا عندي في outflow tract obstruction أو obstruction على مستوى left side of the heart، أو obstruction بيقلل flow of the blood from the left side of the heart to the body، ده كله هيعمل decrease في cardiac output. يبقى الفاتيج أو intolerance to exertion، الheart مش قادر إنه يوفر metabolic demands كويسة for oxygen delivery to the tissue. طيب ده هيبقى manifested عندنا ازاي في الـ neonates وفي الـ infant؟ المفروض انه هيجي complain المذر هتقول في difficult او difficult in feeding. هتوصف الاتي ان البيبي بيحصل ان هو during feeding بيقف كذا مرة during nursing، او ان هو بياخد prolonged time of feeding، ممكن يوصل الفيدنج معاها لساعة او ازيد، كل شوية يقف في النص، فده
لان البيبي مش قادر يقوم بالورك بتاعه اللي هو الفيدنج، فبيحصل عنده intolerance to exertion. الأولدر تشيلدرن علشان نعمل assessment للintolerance to exertion هنسأل عن هل هو بيعمل physical activity زي الأطفال اللي في سنه ولا أقل، هل الphysical activity بتاعته بدأت تقل عن قبل كده ولا هي نفسها. كل ده هيساعدنا ان احنا نعمل good assessment to this symptom. Growth retardation. Growth retardation common in children who present with cardiac symptoms within the first year of life. يبقى في early life أو في الـ infancy لو أنا عندي cardiac problem ممكن تتسبب إن يبقى فيه growth retardation. طبعا ده بسبب ان الكالوريك انتيك بيبقى قليل نتيجة الديزنيا والايزي فاتيجابيليتي اللي احنا لسه متكلمين عنهم، او ان البيشنت اصلا محتاج مور كالوريك ريكويرمنت، ده لانه كل شوية بيدخل في كونجستيف هارت فيلير، فالكالوريك ريكويرمنت بتاعته اعلى من او المطلوبة اكتر من المعتاد، وهو اصلا ما بياخدش sufficient amount. الجروث ريتارديشن برضو ممكن يبقى اكتر او ملاحظ اكتر في البيشنت اللي عندهم كروموسومال انوملز زي الداون سيندروم. ممكن مع الجروث ريتارديشن زي ما احنا اتكلمنا في الديفلوبمنتال هيستوري يكون في ديليد في الديفلوبمنتال مايلستون خاصه اللي بتعتمد على الماسل باور يعني الجروث موتور، ولكن عادة الـ IQ أو الـ mental development بيكون مفهوش مشكلة إلا لو معاه كروموسومال أنوملي. سينكوب. سينكوب هو عبارة عن transient loss of consciousness and muscle tone due to inadequate cerebral perfusion. السينكوب ممكن يكون بسبب كاردييك بروبلم وممكن يكون نون كاردييك. اللي بيميز الكاردييك سينكوب ان هو بيحصل له او بروفوكت ويذ اكسرسايز، ممكن يكون معاه تشست بين او اي اذر كاردييك سيمتومز، او ان انا اتوقع الكاردييك سينكوب في بيشنت ويذ ان اوبريتد او اوبريتد هارت ديزيز. كل ده ممكن يخليني أو يوجهني ناحية التفكير في إن المشكلة ممكن تكون كاردييك أو سبب السنكوب ممكن يكون كاردييك. لو في family history كان عندهم cardiac problem أو family history of sudden death، كل ده ممكن يديني impression إنه ممكن يكون cardiac سنكوب ولازم إن أنا أكون يعني اخد بالي جدا في التعامل معاه، لان الكاردييك سينكوب ممكن once cardiac syncope ديت ال first time presented with cardiac syncope، السكند تايم ممكن يبقى presented by death. طيب في اسباب نون كاردييك وحقيقة هي الاكثر معذرة. الأول نتكلم عن أسباب الكاردييك سينكوب زي الأورتيك ستينوزس، طبعا ده نتيجة اللو كاردييك أوتبوت. الكارديوميوباثي ممكن نتيجة الويكنس أو البامبينج إفكت بتاع الميوكارديوم إن هو قليل، كل ده هيعمل لو كاردييك أوتبوت. الأريثميا واحدة من الأسباب بتاعة الكاردييك سينكوب. النون كاردييك سينكوب هو الأكثر حدوثا عن الكارديك سينكوب زي البناين فازوفيجال سينكوب، الديهايدريشن ممكن يعمل سينكوب، ميتابوليك ابنورماليتيز، النيورو سايكاتريك او سايكاتريك او هيستوريكال سينكوب، كل ده اسباب النون كاردييك سينكوب. عشان اتوقع ان السينكوب دوت نتيجة حاجة مش كارديك زي فازوفيجال سينكوب اللي هو مور كومن او موست كومن كوز اوف سينكوب، البيشنت بيوصف لي ان السينكوب بيحصل وايل ستاندينج فور لونج تايم، وان بيبقى فيه قبليه ديزنس، ده كومن جدا مع الفازوفيجال سينكوب.
cyanosis. Cyanosis ده عبارة عن bluish discoloration of the skin caused by presence of at least 5 gram per deciliter of reduced hemoglobin in the capillary beds. cyanosis ممكن يكون peripheral أو central. السنترال cyanosis ممكن يكون نتيجة cardiac causes، وده طبعا شرحنا الميكانيزم بتاعته ان هو بيبقى نتيجة shunting of the blood from the right side and to the left side، وده اللي بيخلي نسبة ال non-oxygenated hemoglobin تعلى في left side of the heart and in the circulation. ممكن يكون respiratory، ممكن يكون CNS، وممكن يكون hematological. ازاي نعمل analysis of cyanosis؟ لازم نسأل على ال onset. هل كان cyanosis ده since birth أو at the time of birth، ولا اتأخر شوية وجه بعد النيونيتال بيريود أو several days after birth؟ وده طبعا هيفرق معانا في الإتيولوجي. في حاجات presented at birth وفي حاجات ممكن تتأخر days or weeks after birth. ال severity of cyanosis لازم نسأل عنها علشان نشوف بالنسبة لنا الـ time of intervention المفروض ان احنا نستعجل فيه. هل الـ cyanosis ده permanent or paroxysmal in nature؟ الـ parts of body that cyanotic، هل كانت في الـ periphery ولا كانت في الـ central part أو under the surface of the tongue and lips؟ بنسأل هل الـ cyanosis ده بيحصل له worsening after feeding عشان نكون شور ان ده بسبب cardiac cause. في حاجة مهمة جدا اسمها cyanotic spell. cyanotic spell بيبقى فيه deepening of cyanosis او exaggeration of cyanosis، بيحصل في صورة sudden episodes، بيحصل ان البيبي بيحصل له deepening or exaggeration of cyanosis، وديت كومن مع تترولوجي اوف فالو. لازم نسأل في امتى بتحصل الساينوتيك سبيل، هل مع المورنينج ولا اويكنينج، هل بتحصل مع الفيدينج. كل ده بيعرفنا هل هي related to cardiac problem ولا لا. duration of spells بتقعد قد ايه، لان ده هيفرق معانا جدا. recurrent spells و prolonged time of spells ممكن يؤدي بعد كده ال complications في ال patient. ال frequency of the spells، ال predisposing factors، هل كان في crying، هل كان في hypoxia عملت لها exaggeration، هل كان في fever، هل كان في vomiting and dehydration، كل ده predisposing factor for the cyanotic spell. لو البيشنت بتاعنا في deep cyanosis أو بيجي recurrent cyanotic spells، لازم نعمل proper CNS evaluation، لأن common جدا مع البيشنت دولت إن يحصل CNS complications in the form of thrombosis. بنسأل هل البيشنت بيعمل squatting position اللي هو knee chest position، وهل الـ squatting position ده بيفضله وقت الـ cyanosis، الـ deepening of cyanosis أو الـ cyanotic spell. طبعا ده بيحصل في الطفل الكبير شوية. squatting position لو بيحصل يبقى أنا متوقعة إن الـ cyanosis نتيجة heart أو cardiac problem و especially tetralogy of Fallot. chest pain. Most causes of chest pain are benign and non-cardiac. Chest pain of cardiac origin بيتميز إن بيبقى deep, heavy pressure أو إن زي ما يكون في squeezing sensation triggered by exercise not affected by respiration. Cardiac causes of chest pain، كل الحاجات اللي ممكن تعمل decrease في الكارديك اوتبوت زي الأورتيك ستينوزس ممكن تعمل chest pain. البلمونري هايبرتنشن أو البلمونري فاسكولار obstructive diseases ممكن تعمل chest pain. الكارديوميوباثي والبريكاردايتس، الميترال فالف برولابس، كل ده ممكن يعمل chest pain. الريثميا ممكن يبقى معاها
chest pain. مش كومن عندنا حالات الكوروناري هارت ديزيزز او المشاكل اللي هي بتعمل كاردييك سكيميا زي او مايوكارديال انفاركشن الكومن في الادلت، لكن احنا اكتر بيكون السبب حاجات بتعمل ديكريس في الكارديك اوتبوت او في الكارديك فانكشن زي الكارديوميوباثي، فبتعمل او مانيفستد ب تشيست بين. النون كارديك كوزس ممكن كوستو كوندرايتس، ممكن تروما تو ذا تشيست، ماسل بين، ريسبيراتوري ديزيزز اللي بتبقى معاها كاف زي برونكايتس، الازمه، بلوريسي، النمونيا، كل ده ممكن يعمل تشيست بين، الجاسترو اسوفجيال ريفلكس، او ممكن يكون سايكولوجيكال البيشنت بريزنتد باي تشيست بين. بالبيتيشن بعبارة عن feeling of rapid heart beats. ممكن الchildren الolder children يوصفوا أنا حاسس إن أنا ضربات قلبي سريعة، أو المذر توصف إن هي لما بتحط إيديها على chest of the patient بتحس بتاكيكارديا أو rapid heart beats. ممكن تبقى الأسباب cardiac زي في حالات الheart failure أو الأرثميا، وممكن تكون non-cardiac زي الأنيميا والhyperthyroidism. Neurological symptoms. في بعض neurological symptoms ودي طبعا بتكون complications ممكن البيشنت او الكارديك بيشنت presented by it زي disturbed consciousness. البيشنت اللي جاي disturbed consciousness اخاف ان هو يكون جاي ب cardiogenic shock محتاج مني resuscitation، او ان في stroke معاه disturbed consciousness وده طبعا بيبقى معاه muscle weakness. طبعا ده بيحصل في الحالات اللي هي cyanotic heart diseases، ممكن يحصل thromboembolism، او لو حصل paradoxical embolism زي infective endocarditis. من neurological symptoms اللي ممكن cardiac patient او تبقى associated with cardiac patient اللي هي الكورية اللي بتحصل في حالات الروماتيك كورية اللي هي واحدة من CNS manifestation of rheumatic fever. Joint symptoms and signs. بنسأل على هل في joint pain، طبعا ده لو البيشنت جايب manifestation of rheumatic fever. Joint pain just joint pain بنسميه arthralgia، لكن لو في joint pain tenderness limitation of movement swelling hotness طبعا ده كله بيبان في الاكزامينيشن وديت هي الارثرايتس. لو البيشنت مش جايلنا بارثرايتس دلوقتي بس في هيستوري ان كان في جوينت بين، لازم اسال المذر هل كان البين دوت جاست بين ولا كان في ليميتيشن اوف موفمنت ولا كانت المفصل عنده وارم، علشان اعرف افرق هل هي ارثرالجيا ولا ارثرايتس. كده احنا اتكلمنا على الكلينيكال بريزنتيشن أو symptoms and and signs that may be presented in cardiac patient. آخر حاجة هنتكلم عليها how to give full diagnosis for a cardiac patient. Diagnosis of a pediatric cardiac case. مفروض في الdiagnosis بنقسم الdiagnosis بتاعنا لetiological diagnosis، هل السبب بتاعنا congenital heart disease ولا acquired heart disease. من أهم الـ acquired heart diseases المفروض تعرفوها اللي هي rheumatic fever أو rheumatic heart disease اللي هي واحدة من الـ manifestation of rheumatic fever. فإحنا نتكلم على الـ etiological diagnosis، هل هو congenital heart disease ولا acquired heart disease اللي هو ما بين قوسين rheumatic heart disease أو أي other acquired heart disease. تاني حاجة بنبدأ نوصف الاناتوميكال دايجنوزيس، وده طبعا بيبان من الاكزامينيشن، يعني احنا الهيستوري المفروض ان هو بيساعدنا ويوصلنا لجزء كبير جدا من الدايجنوزيس، حوالي 50% من الدايجنوزيس. بعد كده لما بنبدأ نعمل فيزيكال اكزامينيشن بنبدأ نوصل لمكان الليجن دوت في معظم الحالات، ولو ما وصلناش بيبدأ يساعدنا بعد كده الـ investigations. فإحنا بنبدأ بـ etiological diagnosis، ده الـ broad diagnosis، والمفروض إن ده بناخده
غالبا من الهيستوري، بعد كده الاناتوميكال دايجنوزس بناء على الاكزامينيشن، بنبدا نوصف برضو اكتيفيتي، وده بيحصل مع حالات الروماتيك فيفر، ممكن تبقى جايه في اكتيفيتي او نوت اكتيف، فلازم نوصف هل هي اكتيف روماتيك هارت ديزيز ولا لا. فانكشنال دايجنوزس معناها ان الفانكشن بتاعه الهارت حصل لها ديتيريوريشن نتيجه المشكله ديت ولا كومبنسيتد. فلو عندنا في هارت فيلير هنقول ان في decompensation، لو ما فيش heart failure يبقى الفانكشن diagnosis هنقول ان البيشنت compensated. الكومبليكيشنز زي مثلا في حالات الكونجينيتال هارت ديزيز، هتعرفوا في حاجه اسمها ventricular septal defect، البيشنت بيجي لنا complicated by bronchopneumonia نتيجه البلمونري congestion، زي البلمونري هايبرتنشن، ده واحد من الكومبليكيشنز. اخر حاجه بنوصف لو في اي اسوسييتد كونديشن، زي مثلا في حالات الروماتيك هارت ديزيزز المفروض ان الدايجنوزس بتاعنا او الاتيولوجي ان في روماتيك فيفر عملت روماتيك هارت ديزيز، وممكن يبقى معاها اذر اسوسييتد كونديشنز زي الارثرايتس، زي الكوريا، زي السكين مانيفستيشن، فدي ملهاش علاقه بالكاردياك بروبلم، لكن هي اسوسييتد مع المشكله الاساسيه. زي مثلا في حالات الكونجينيتال هارت، المفروض لو احنا الحاله عندنا او البيشنت بتاعنا عنده كروموسومال هارت ديزيز، فهيبقى الكونجينيتال هارت ديزيز ده واحد من الاسوسيشن اوف ذا برايمري كونديشن اللي هو الكروموسومال anomalies، ونوصف بقية الانوملي او بقية السندروم بتاعنا معاه manifestation ايه تاني. فده الفول diagnosis بتاعنا، etiological diagnosis either acquired or congenital، anatomical diagnosis the site of the lesion, activity of the disease in rheumatic carditis, in rheumatic heart disease, either active carditis or not active, functional diagnosis, either there is heart failure or no heart failure, complications and associated condition. في النهاية أشكركم شكرا جزيلا، وأتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.